السلام عليكم كلكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نصاوبو ان اوتر تيب دو غاتو، غنصاوبو لي ماكارون. ماشي هاد لي ماكارون اللي تلصقوهم بلي بات دو فروي، ولا غير بعض المرات غير دي بات اصطناعيين وكيكونوا هما ملونين. هذا الماكارون القديم، اول ماكارون البلدي القديم اللي كنا كنعرفوه وراه باقي كاين الان. دونك غادي نحتاجو 250 غرام، هاد يمكن لكم تضبلوا الكميه، انا غادي ندير غير قليل. 250 غرام ديال اللوز ممسوح منظف ومطحون بالقشره ديالو، غادي نديرها هنا. وغادي نحتاجو نورمالمون سي 200 غرام، انا غادي درت غير 150 غرام لان غادي ندير فيه معلقه ديال الكونفيتور، اما معلقه ديال الكونفيتور اما معلقه ديال الجلوكوز. انا خليت الجلوكوز لحاجه اخرى، هذا غادي ندير فيه الكونفيتور. هاد لا كونفيتور راها ما فيهاش طراف. دونك غادي نزيد هاد السكر، غادي نزيد فيه معلقه ديال الطحين، الوغ بوغ المعلقه ديال السكر بوغ المعلقه ديال الكونفيتور غادي نزيدها دابا، هادي باش تخليه يتعلق. غادي نخلطو وغادي ندير فيه البيض البيض، غادي ندير الاول ونحرك والثاني ونحرك ولا سي انا با اسي، غادي ندير شويه ديال الزهر، غادي ندير قطره الزهر فشويه. فوالا انا اللي درت بزاف حيت ما كاينش ما درتش العبار باش غير باش تجمع ليا العجينه. دونك من بعد غندير البيض، غادي نشوفو الا جا جاري، غادي نزيد فيه شويه اللوز. لو بلوندور غادي ندير غير واحد تنشوف، نخلط ونشوف. جمعات هي جمعات، اللي بغى يدير فيها روح الزهر روح اللوز ولا. دونك هزت لي بيضه وحده لانني كثرت ما زهر، غدرني ما زهر وخوا بزاف. نورمالمون راه خص يكون فيها، وغادي نحتاجو لويزات، انا اختاريت الصغيورين باش غادي نديرهم فوق منهم. دونك دابا غادي نخليها ترتاح واحد في الثلاجه باش تجمع واحد ما بين ثلاثة وخمسة ديال السوايع باش تجمع باش يمكن لي نكورها. دونك نشوفكم من اللي تجمع لي العجينة. الي ابلس غو كوكو لي في، ها هي العجينة ديال اللوز قصحت شوية. دونك غادي نبدا نشكلها كويرات ونحطهم في الطلاطة اللي غتمشي للفران. نحاول ما امكن نديرهم قد بلا ما نوزنهم، كنبقى داك الميزان تيعطلني.
ديك لا كونفيتور اللي درت تلصق في اليدين، الا لصقت لكم العجينه في اليد ديروا تخبي وديكم في مزهر. ومن تيجيو صغارين تيجيو زوينين. بون هادي ما فيهاش الخميره، ما غاديش تسرح، ولكن غادي تنزل شويه. فوالا ها هادي كملت. غادي نشعل الفران وعاد نكمل نكور اللي بقى، ما بقاش بزاف. Toujours chaleur pulsée pour les gâteaux. Je vais diminuer la température. On va mettre à 170. On va préchauffer. Comme le chili qui est le pain. دابا البنات غادي ندير فيها اللوز، نحط اللوزة ونبرك شوية اللوزة ونبرك بيها، استاذير باللوزة تتقرص. اختاريت اللوز الصغير، خوت الباكية وبقيت نعزم الناس الصغار. درت اللوز بقشورو لأنه ماشي بالكم اللوز من طحنتو طحنتو بالقشره ديالو، دونك داكشي علاش درت فيه هادو بقشورهم اللوز. ها هو الفران سخن البنات، دونك غادي نخشيهم في الفران لمده تقريبا ما بين 7 حتى 10 ديال الدقائق. نسيت ما قلت لكمش ما تفوتولهاش 10 دقائق ماكسيموم، سينو اونتر 7 و 10 دقائق فو دوفي لا ريغاردي. في عود ما زهر يمكن لكم ديروا لها مثلا لافاني. ها هما البنات وجدوا لي ماكارون، نورمالمون سا دوفري ات كوم سا. كليت كنصوب الغدا العشاء الغدا كنصوب العشاء شي وحدين فيهم تلهبوا شويه بحال هادي، مي نورمالمون سي كوم سا كسا دوفري اتر. ومني كديروا لها هكا كتلقاوها معلكه بحال شوينغوم. هادي سي لونسيان ماكارون، ملي يخرجوا هادو اللي تيلصقوا بجوج و تيديروا فيهم لي نورمالمون لي سون سونسي لي كولي افيك دي une pâte à fruits mais que des fois une crème avec l'arôme d'un fruit, c'est chimique. Les pâtissiers c'est les pâtissiers les plus chers au Mali vraiment les fruits à l'intérieur de la mangue, du cassis, et bien sûr ils colorent les macarons les ربطوهم بهذيك تلصقوهم بهذوك لي باتا فروي.
كانت كافي كيديروها بيج، كانت فريز كيديروها روز، كانت سا ديبون. اي دونك سا سي لي ماكارون القدام البلديين اللي كنا ملي كنا صغار كنا كناكلوهم هما هادو. كنتمنى تعجبكم الوصفه، ولا عجبتكم الوصفه نوبلي با لي لايك لي كومونتير. اي جو فو سويت ان بون ابيتي بور بلو تار، اي خليتكم في امان الله وحفظه.